يعني حضرتك عرفنا بنفسك وايه الرساله أنا اللي حضرتك تذكرها المهندس للدكتور فايزي محمد محمد جمال؟ عبد الغفار مشالي، ابن الدكتور محمد عبد الغفار مشالي طبيب الغلابة، الابن الأوسط في عمر الكبير، مهندس شركة إنبل للبترول، وأنا برضو مهندس في شركة الهندسية الإنشاء والتعمير، وأخويا الصغير برضو محاسب في نفس الشركة، إحدى مجموعة شركات برضو. الحاج يعني الوالد كان ليه تاريخ كبير جدا في مجال الطب والرساله الانسانيه، تعايشتوا معاها ازاي الرساله دي؟ والله احنا طبعا واحنا صغيرين بنبقى كنا دايما ننتقد الموضوع ده، يعني ونقول له ان الكشف غلي الكشوفات، اقعد معانا شويه يوم الجمعه، تعال افطر معانا في رمضان، عايزينك تبقى معانا في العيد، تحضر معانا عيد ميلادنا، يعني دي المشاكل اللي كانت واحنا صغيرين دايما ما بيننا وما بينه يعني. وهو كان بيجي بالليل يعني يبقى جاي معاه العاب لينا، وكان ما كانش ينام خالص الا لما كلنا نبقى يعني مبسوطين جدا جدا يعني. هو كان مداوم على انه في الساعه اللي بيجي بالليل قبل ما ينام كان بيخترع لنا العاب كده ويقعد يلعب معانا، وكان لازم بننام في الاخر مبسوطين يعني. الرسالة، رسالة رثاء أو الرسالة اللي حريص توجهها للوالد بعد وفاته، استكمال المشوار يتم ازاي بعده؟ والله هو احنا بنشكر ربنا جدا على حسن الخاتمة، ان هو الحمد لله ربنا اداله اللي هو عايزه، ان هو يتوفى وهو شغال بصحة كويسة وما يروحش مستشفيات ولا أي حاجة من كده. فالحمد لله والشكر لله يعني على ان هو ان ده اتحقق له اللي كان نفسه يتحقق له. وإن شاء الله نحاول هل احنا الأسرة احنا ان شاء الله بنفكر فعلا يعني حريصة ان هي تخلد ذكرى بالظبط. دكتور مشالي، عيادته ان شاء الخاصة الله ان شاء الله هل بنفكر متاح ان انتوا تعملوا عمل خيري يعني ممكن يكون استكمالا ان شاء لمسيرته او الله كده؟ باذن الله طبعا هنعمل صدقات جارية كلنا ليه، وان شاء الله العيادة تستمر بأي شكل، بنرتب الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. الناس اللي لما بروح له العيادة بقعد اشوف الناس اللي قاعدة والناس بتتكلم عليه ازاي، ولما اخش في اي حتة في شبه بيني وبينه شوية، فالناس تقول لي انت مشالي، الناس تعمل لي معاملة كويسة جدا، ممكن جدا لو راكب تاكسي يعرف ان انا مشالي ما يدفع يعني. دايما طول ما انت ماشي شايف السكك بتتفتح لك كده بعمله يعني، يعني عمله احنا بدأنا نحس بعمله على كل حاجه بتحصل لنا يعني، يعني فاهم ازاي كده، زي ما بيقولوا في الافلام كده، ربنا يفتح في وشك اللي باب المقفله، تبص تلاقي المشكله تحصل الناس كلها واسلك انا مثلا. فبدأنا نقتنع بقى ان بان اللي هو بيعمله ده هيقعد لنا جدا، وان هو عايش معانا، وان هو افيد من ان هو يقعد في وسطنا ويعني وكده بس. في حياته قبل ظروف التعب الأخيرة اللي كانت امبارح وأول مرة ما يروحش عيادته، كان متعود إن هو يشتغل يوميا هو بيشتغل بمعدل فوق يوميا 17 ساعة، يعني مظبوط فترة صباحية وفترة مسائية. ما فيش صباحية ومسائية، هي فترة واحدة، هو ما بيجيش الظهر خالص من سنين. من سنين هو ما بيجيش، هو بينزل الصبح الساعة 8 9. كان الأول مدير مستشفى الأمراض المستوطنة، وكان مدير مستشفى الحميات، وكان المركز الطبي اللي كده كان مدير الأقسام دي كلها، ولما طلع معاش بقى بيروح العيادة، كان بيروح العيادة من الساعة 1 بعد ما يخلص المستشفيات. بعد شويه لما طلع معاش بقى بيروح على عيادته الساعه 9 الصبح، بينزل 9 الصبح 9 بالليل او 8 ونص كده من عياده طنطا، بيروح عياده في شبشير وعياده في بلد جنب شبشير، وبعدين يرجع بالليل. وكانش بيركب عربيه، جاب مره عربيه اتعلم عليها يوم يومين، ما حبش الموضوع خالص. انا والدتي بتسوق عربيات من وهي يمكن من يعني من وهي في كليه، انما هو ما حبش الموضوع خالص. بيروح كله مشاويره، كان عنده برضه يعني حد بيوصله، وبعدين لغى بيمارس رياضه في مشاويره. ده هو اللي كان لمامنا كلنا. تمام، كنت بتتواصلي معاه؟ انا كنت عنده اول امبارح. كنت عنده اول امبارح يعني يعتبر انت قبل ما يروح المستشفى. اه يعني هو تعب امبارح بس الصبح، تعب مش العياده امبارح بس الصبح. اه اخر حاجه كان بيقول لك عليها ايه؟ بقول له يا خاله حد انت ما شاء الله، هو مش متابع اصلا النت خالص يعني ولا اي حاجه، فقال لي بجد انا كذا ومش عارف ايه، انا والله مبسوط وكده، واهم حاجه طبعا الناس اللي هي مش اكتر من كده. كان في مشروع مثلا يعني كان ممكن يعمله في المستقبل ما شاء الله؟ ما كانش محتاج اي حاجه الحمد لا لله. لا مشروع مش ما لا لا مشروع لا طبي يعني، كان عايز يعمل حاجه من خير. دي العمده محمود، حاج العمده محمود الحاج محمد محمود. ده محمود، ده محمود، ده ابني، وده احمد محمود، حاج محمد محمود، وده ده اخوه الحاج السيد عبد المجيد الله يرحمه، السيد عبد المجيد مشال، وده اللواء عبد الرحمن مشال، اللواء عبد الرحمن السيد عبد المجيد مشال، دول اولاد اخوه.
ده طبعا الصوره ديت العمده الحالي اللي هو سعيد حماد مشاري ده لسه عايش. العمده الحالي انت بتتكلم في الحلقه العمده سعيد محمد حماد مشاري ده يا والدي بقى الله يرحمه الحاج يحيى مشاري عثمان مشاري دي بقى تعتبر ادم الصوره دي اللي في الوسط دي ده هم الجماعه الاربعه الاخوات زمان كانوا مصورين مع بعض ده السيد ده بقى جدي اللي هو الحاج محمد بقيت مشاري كان ناظر مدرسه الثانويه العسكريه في دمنهور اللي هو اتخرج على ايده احمد زويل وناس عباقره يعني ده عبد الوهاب مشاري الله يرحمه واللي جنبه واللي جنبه اللي جنبه رئيس السادات عليه رحمه الله مشالي برضه ولا كان واللي تحته حاج حاج ده احمد باجد مشاري خالي ده ده قرار تعيين فتح الشيخ نسيت اهم صورة كمان حافظ البحيرة ده الذي زمزم مع اللواء عبد الرحمن مشاري مع السيد فتحي عبد المجيد مشاري ده كان محافظ البحيرة استشار العسكري